أكذب وأكذب كذبة في الحياة كلمة تسمى المستقبل. أنا أمن مستقبل أبنائي. ادرس يا بني حتى تؤمن مستقبلك. المستقبل فين؟ مستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. من قال لك أن المستقبل فوق الأرض؟ لأن المستقبل ما يستقبلك ولا تموت بعده، وما في نعمة إلا وتموت بعدها. أن المستقبل تتخرج، طيب تخرجنا، طيب وصلنا للتخرج، طيب المستقبل تتوظف، توظفنا، تتزوج، تزوجنا، تنجب، أنجبنا، وبعدين إلى النار أو إلى الموت. لا، المستقبل وهي الكذبة التي عذبت كثيرا من الآباء وعذبت كثير من الأبناء. مستقبل، لا أقول ضيع الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ادرس يا بني، تفوق يا بني، لكن أعظم أمنية يا بني لا أن أجتمع معك في شقة تجري تحتها المجاري، لا، في قصر في الجنة تجري تحته الأنهار. هذه التربية الحقيقية. ولذلك إذا جعل الإنسان الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. أحيانا قلوبنا متشتتة يا أخوان، السعادة بعيدة، خايف من كل شيء، وخايف على الأبناء، وخايف من المرض، وخايف من أيبولا، وخايف من إنفلونزا الخنازير، وخايف من يفصل من العمل، وخايف، وهو يصلي كل يوم ويقف إياك نعبد وإياك نستعين. أعطني أذن هذا، كذبت والله، لا عبدت ولا استعنت به. لو كان الاستعانة حقه والعبودية حقه ما يخشى عبد أن يضيع في رزقه في الدنيا، والذي خلقه أجرى عليه الرزق في رحم أمه 9 أشهر لا يدري أين هو. أليس في بطوننا حفرة؟ الحفرة هذه اللي في بطني وبطنك، الحبل السري هذا، تذكرك أن الرزاق هو الله. ليه؟ لأنه كان يرزقك معها، فلما انتهت 9 أشهر قطعناها وربطناها، وفتح الله لك بدل طريق طريقين، حليب من ثدي، من ثديين سقائين. اللي ما ضيعنا في حجور أمهاتنا وأرحام أمهاتنا يضيعنا لما أنشابت اللحم.